ولم نوفق في وصول النتيجة لوجود وبكل صراحة اختلافات في وجهات النظر حول المرشحين داخل كل مكون. كل مكون ربما حصل في داخله انقسام مع هذا المرشح أو مع ذاك المرشح، وهذا شيء طبيعي أن تختلف عملية التقييم تجاه موقع حيوي خطير هو رئاسة المجلس. فلم نوفق، وعدم النجاح في الوصول إلى المرشح لرئاسة المجلس أدى إلى كثير من الكلام واللغط، ومنه أن المكون الأكبر يريد أن يسيطر على موقع رئاسة مجلس النواب وما إلى ذلك من أمور. وأنا شاهد على ما يمضي به الإطار التنسيقي من حرص على أن تكتمل العملية السياسية في انتخاب رئيس مجلس النواب، حرص كبير جدا، ولكن توجد وجهات نظر واختلافات كما هي داخل المكون السني وداخل المكون الكردي تجاه هذا المرشح أو ذاك المرشح. لذلك حينما لم نوفق في النجاح في جولتين انتخابيتين تعقدت القضية وأصبح فيها تخندق داخل كل المكونات وداخل العملية السياسية وداخل البرلمان. هذا يقتضي أن نمضي باتجاه حل لا يجعل أي طرف يشعر بأنه مكسور أو مخذول، وإنما أن ننتهي إلى نتيجة نشعر أنفسنا والجميع بأننا قد نجحنا في اختيار رئاسة المجلس، وأن الجميع ينبغي أن تتوافر جهودهم مع هذا الفائز بالانتخابات.